بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. معلوم إن السنة الإلهية والعادة الربانية جرت بإن النصر مكتوب حتما لأهل الحق، وإن تأييد الله سبحانه وتعالى محالف لأهل الحق دائما أبدا ما داموا يتقون الله تعالى ويتوكلون عليه، وما داموا بياخدوا بالأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى نثرها في كونه، وما داموا بيبذلون ما في وسعهم في سبيل النصر، السعي للنصر ورفعة الحق، وإنهم إذا فعلوا ذلك فإن دعاءهم وتضرعهم للمولى سبحانه وتعالى بيكون مقبول عند ملاقاة أهل الباطل، بل ويكون سببا في كسر شوكة المعتدين من أعداء الحق. وضح ربنا سبحانه وتعالى وجاء هذا البيان القرآني بإظهار هذه السنة الإلهية في غير موضع في القرآن الكريم، والتي منها إخبار المولى سبحانه وتعالى عن طالوت الذي بعثه الله تعالى ملكا، بعث ملك على بني إسرائيل، فلما واجه هو وجنوده أهل الباطل ساعتها خدوا كل الأسباب وتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء في ميدان القتال، طالبين من الله تعالى التأييد، كتب ليهم النصر. قال الله تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. هذا الدعاء يعكس لنا مدى صدق هؤلاء المؤمنين في تفويضهم الأمر إلى خالقهم العظيم سبحانه وتعالى، وإن هم أخلصوا لله تعالى حينما طلبوا منه العون والمدد. فإنهم لما برزوا لجالوت، يعني لما ظهروا، لما خرجوا إلى جالوت اللي كان جبارا من العمالقة، من أولاد عمليق ابن عاد هو وجنوده، وكان يعني متجبر وكان مستأسد وكان قوي جدا وكان لا يهزم، فخرجوا بقيادة ملكهم طالوت لقتالهم ولمواجهتهم. في أثناء عملية الخروج للقتال توجهوا إلى الله تعالى قائلين: ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني ثبتنا يا رب في هذه المعركة بإنزال مددك، بإنزال المدد الإلهي العظيم، بأن تفرغ الصبر على قلوبنا حتى لا يبقى للخوف في قلبنا مكان، ولا يبقى للخوف في أنفسنا مكان من أعدائنا ولا مجال. فدعوا رب العالمين سبحانه وتعالى بأن يفرغ عليهم صبر، من دعاء بالصبر، ثم الدعاء بتثبيت الأقدام وثبت أقدامنا، يعني قونا بمددك يا حي قيوم، فاشدد من أزرنا واجعل عزيمتنا قوية في أرض المعركة فلا نهزم من أعدائنا. والدعوة الثالثة: وانصرنا على القوم الكافرين، أي واكتب لنا النصر، واكتب لنا الغلبة، واكتب لنا السيادة يا رب العالمين على أهل الكفر من أعدائنا وأعدائك، في كامل التضرع والخشوع، ويلجؤون خاضعين لمولاهم سبحانه وتعالى لأجل أن يصب عليهم الصبر صبا. يعني إيه أفرغ علينا صبر؟ إفراغ الشيء لما تقول فلان أتى بالإناء فأفرغه على نفسه مثلا، يعني عم أتى بالماء فصبه صبا عليه، يعني أفرغ الماء على نفسي حتى عم سائر جسده بالماء، وإنه لمست بعد أن عم الظاهر لمست برودة هذا الماء الباطن، فالإنسان حس ب أو ذلك الذي استعمل هذا الماء حس ببرودته ولطفه ظاهرا وباطنا. فدي استعارة، أفرغ علينا صبرا دي استعارة، إنه أفرغ علينا الصبر
اللهم أفرغه علينا حتى يلامس برده ويلامس برد هذا الصبر قلوب المؤمنين، فيعمهم ظاهرا وباطنا، وحتى تتمكن العزيمة أو تتمكن منهم العزيمة الشديدة، ويكونون بإمداد الله وتوفيقه لهم قادرين على التصدي لجالوت وجنوده هؤلاء الأعداء. وربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، وتكون أقدامهم ثابتة في أرض المعركة، لأنهم في هذه الحال لم يجدوا بابا يقرعونه ويطرقونه إلا باب الله تعالى الذي لا يخيب من رجاه ولا يرد من سأله ودعاه. ولما كانوا هم في حال اضطرار، لأن طبعا لما تبقى عارف إن لك عدو شديد جبار وإنت هتقاتله وعمره ما هزم، وأعداد ضخمة وتدريب شديد وقيادة محكمة و فإنت كجندي هيبقى عندك نوع من الهيبة. فكانوا في حال اضطرار، ولما كان حال الاضطرار ده كانوا عليه بصدق وحق في الدعاء. الحال ده لما بيكون عليه المؤمنين ويدعوا، حال من المواطن إجابة الدعاء، يعني أدعى في إجابة الدعاء وقبوله عند الله، فإن الله تعالى لا يخيب رجاء من كان هذا حاله، بل سبحانه وتعالى يجيب من دعاه ويكشف كروب من يضطر إليه. تكون في موقف اتقفلت قدامك كل الأبواب، خدت بكل الأسباب ولجأت إلى خالق الأسباب، وإنت في حالة المضطر، الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لذا فإن الله تعالى استجاب لجنده المؤمنين في ميدان المعركة، كانوا في حال المضطر، فدعوا ربنا، دعوه بقلب خاشع خاضع متذلل بين يدي مولاه سبحانه وتعالى، وكتب ليهم النصر بفضله ومدده. ويستفاد من هذا النص القرآني الكريم وجوهرة اليوم هذا الدعاء المنير، بنستفيد مجموعة من الدروس، بنستفيد مجموعة من الدروس ومن العبر، أهمها إن المؤمنين مكلفون بالأخذ بالأسباب، وإن هم يتخذوا جميع الوسائل اللازمة للتصدي لأعدائهم في حدود المتاح، ويجتهدوا في هذا اجتهادا كثيفا. وفي هذه الحالة مع شدة الأخذ بالأسباب واستنفاد كل الأسباب، يجدون توفيق الله تعالى ومدده هيكون حليفهم، وهم بياخدوا بالسبب لابد أن يكونوا من أهل الصبر، الصبر الإيجابي. الله تعالى يقول نعم أجر العاملين الذين صبروا، فقرن بين العمل والصبر، مش الصبر اللي فيه خذلان، إنما الصبر اللي أنا شغال فيه باخد بالأسباب كلها المتاح بالنسبة لي، عندي تخطيط هادئ للوصول إلى النصر على الأعداء. ومطلوب الصبر الإيجابي ده في مواقف الشدة عشان تكون القرارات حكيمة ومدروسة، لأن النصر قرين الصبر، كما أخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما قال واعلم أن النصر مع الصبر. فينبغي على الإنسان أنه يحرص على دوام طلبه من مولاه. الإنسان ربنا أفرغ علينا صبرا، وإحنا محتاجينه في ميدان القتال وفي ميادين الحياة المختلف، في كل ميدان الإنسان، لأن إحنا في دار امتحان. ربنا أفرغ علينا صبر، ربنا أفرغ علينا صبر. الصبر باب كل خير أنت عايزه، باب خير في كل شيء، وهو من أهم مفاتيح الفرج. الصبر من أهم مفاتيح الفرج التي من الله بها على عباده. نتعلم من جوهرة اليوم، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نتعلم إنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ما فيش غنى للعبد عن مولاه تعالى في كل حال من أحواله، لا نصر ولا سيادة ولا قوة ولا فلاح ولا علو
إلا بالله ومن الله. فيلزم من ذلك أنه يحرص الإنسان المؤمن على دوام طلب التثبيت من الله تعالى في جميع أموره، بعد أن طلب الصبر، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، إني أثبت ما ينزل علي صبره، يغمرني ظاهرا وباطنا، ويثبت أقدامي في ميادين المعركة أو في خلافها، فلا نفر من أرض المعركة ولا أهتز في معارك الحياة. وبدعاء المؤمنين الصابرين اللي بياخدوا بكل الأسباب لمولاهم، في نفس الوقت هما بيدعوا ربنا، وفي نفس الوقت هما بياخدوا بالسبب، لكن لم يظنوا أبدا أن قوة البدن وكثرة السلاح والشعور بأن أنا على حق أنه ده وحده كفاية للنصر. لا، لا بقوة السلاح وحده، ولا بقوة التدريب لوحده، ولا بأن أنا حاسس أن أنا على حق لوحده. لابد من تأييد الله تعالى ومعونته لنا. فأخذ هؤلاء المؤمنون الأبرار بجميع الأسباب وتذللوا بين يدي ربهم خالق الأسباب وموجدها، فكان النصر والفرج قريبا. الحالة دي تستدعي نصر الله وتأييده لعباده. ما يستأسدش الإنسان بالأسباب أبدا. أخذ بكل الأسباب ده لازم وحتمي، لأن أنا باخذ بالسبب عبادة وامتثال، لأن ربنا أمرنا بالسعي، والسعي يقتضي أخذ بالسبب، لكن ليس ظنا بأن السبب يأتيني بشيء أو يدفع عني شيء، إنما امتثالا لأمر ربي أخذ بالأسباب. عايز أنجح أذاكر، مريض يتداوى، إنسان عاوز يترقى في مدارك العلم عليه أن يطلب العلم ويسعى في ذلك ويكد ويتعب ويجتهد، وهكذا في كل ميادين الحياة. بس أنا مش معتقد إن ده السبب اللي هيوصلني لهدفي. أنا باخد بالسبب طاعة لله تعالى، وقلبي معلق بخالق الأسباب. كذلك الجندي في ميدان المعركة يسأل الله الصبر أن يفرغه على المقاتلين في سبيله، وفي نفس الوقت أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على القوم الكافرين. وبناخد بالأسباب على قدر المتاح بالنسبة لنا، وتأييد الله دائم لعباده المخلصين المتقين، وقد كان من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طلب النصر على العدو. والنبي كان بياخد بالعدة ويجهز الجيش العظيم، وفي تدريبات، وفي قيادة منظمة، وفي توجيه دقيق ودؤوب، وفي رباط على الثغور والحدود، أخذ بجميع الأسباب. لكنه كان بيدعي دايما صلى الله عليه وسلم، من الأدعية الواردة في السنة، ما جاء في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقى فيها العدو كان يقول: اللهم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم آمين. ووعد الله تعالى مكفول بالنصر لجنده في كل زمان ومكان، ما استعدوا واستمدوا وأخذوا بأسباب النصر وتوكلوا على الله الحي القيوم. وهذا ما كانت عليه قواتنا المسلحة من جنود الجيش المصري، خير أجناد الأرض، في معركة العبور والعزة والكرامة في يوم العاشر من رمضان. لم يرهبوا من قوة العدو المحتل، وإنما ثبتوا على الحق وتوكلوا على ربهم، فكان النصر حليفهم، فهزموهم بإذن الله. تحقق وعد الله، والحمد لله رب العالمين. ونسأله سبحانه وتعالى دوام النصر على الأعداء بحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، يا عزيز يا جبار، اللهم آمين.
مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، مرحبا بالجميع. سريعا ناخذ أسئلة حضراتكم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا يا امه الله، ما شاء الله. انا بحبك جدا جدا يعني، وشرف كبير لي ان انا اكلم حضرتك. الف شكر، واحبكم الله الذي احببتمونا فيه. قول لنا الاسئله سريعا يا امه الله. انا عاوزه بس حضرتك تدعي لي ان ربنا يصلح حالي ويتقبلني ويثبتني على الطريق المستقيم، لان انا مريت بظروف صعبه يعني بقالي مده كبيره، فصبرت ونفسي ربنا يعوضني خير يعني ويعجل لي بالفرج القريب ويبشرني بشويه خير. ربنا يعني أفرغ يعني علينا صبرا وثبت أقدامنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ربنا يصلح حالي يا رب ويجعلني المقبولين، يجعلني من المقبولين، نحن وأنتم ويعفو عنهم، آمين. نحن وأنتم أجمعين. حاضر. أستاذ إسماعيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الفاضل. يا دكتور يا حضرتك. أهلا وسهلا أخي، اتفضل. قول لي عم حضرتك بألف خير. وحضرتك بألف خير وصحة وسلامة. امين يا رب. سؤال بعد اذنك في السريع. اتفضل. في واحده مطلقه وعندها بنت عايشه معاها على طول يعني. فهل عليها ان هي تطلع عليها زكاه ولا والدها هو اللي يطلع عليها؟ انت قصدك حضرتك زكاه الفطر. زكاه الفطر. هي في رعايه مين؟ في رعايه والدتها. والدتها على طول قاعده معاها. في رعايه والدتها وعايشه معاها. والدتها. حاضر. والوالد بيبعت لهم. ابوها سايبهم. بيبعت لهم مصاريف ولا حاجه؟ لا مش بانتظام، لا مطابق. طيب حاضر، شكرا. أستاذة نسمة. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فيك أستاذة نادية، بحبك في الله. أكرمك الله وأحبك الله الذي أحببتني فيه. معلش لو سمحتي، أنا معايا أخويا مات مقتول. لا إله إلا الله. من صحابه يعني غدر. هو يعني كان رايح على الفطرة وغدر، بس هما كانوا ناويين إن هما يعملوا فيه كده. فاحنا صابرين، وليه 9 شهور هو، احنا صابرين وبنقول الحمد لله، بس بيجي وقت علينا بنقول ان دي مش موتة ربنا، ده حرام ولا حلال، هي دي موتة ربنا ولا لا؟ حاضر. وابويا طبعا عايز ياخد الطار، فبالله عليكي تقولي لنا كلام يدخل قلبنا ويصبرنا، احنا مؤمنين بالله، بس احنا زعلانين ان هو عنده 16 سنة ملحقناش يعني حتى نتمتع ولا نفرح بيه، فمش عارفين ان دي موتة ربنا. دي اعمار ولا لا؟ دي اعمار. حاضر. ودي ربنا كاتب له الموتة دي ولا حاضر لا؟ فبالله عليكي امي وابويا بيسمعوكي. حاضر. واحنا كلامك بيدخل قلبنا على طول، فبالله عليكي ربنا يريح قلوبكم. شكرا. هناخد حد ام يوسف سريعا. ايوه السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، ازيك يا ام يوسف؟ الحمد لله بخير. بقول لحضرتك نزول لون الدم الخفيف اللي هو اللون البنبي ده بيعتبر حد وبيفطر في اول الدوره ولا في ختامها؟ في اولها وفي اخرها. في اولها وفي اخرها. لكن ما بينفصلش عن دم الحيض، مستمر. لا بينفصل، لا بيبقى قبليه بيجي مثلا يوم. ايوه. نص ساعه كده ويفصل يوم، وبعدين يبدا ينزل بقى الدم الاحمر. في وقت اللي انا متوقعه فيه ان الدوره بتنزل. ايوه هو ده ميعادها. تمام، شكرا. هنطلع الكتاب ان شاء الله، كتاب قلوب عامره، ونرجع ان شاء الله نجاوب على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى. كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلأ القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. الطفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد
اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي كتاب قلوب عامرة، وما زلنا في رحلتنا في تصحيح آيات الذكر الحكيم وفق الرواية التي نقرأ بها، وهي رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. النهاردة إن شاء الله نصحح مع حضراتكم سورة المرسلات. يلا بينا، مستعدين؟ يلا بينا. احنا النهاردة ان شاء الله هنصحح للآية 15، واحنا التقسيمات دي بتبقى وفق التقسيم الموضوعي للسورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لسه عايزين نصحصح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا. والمرسلات عرفا. فالعاصفات عصفا. فالعاصفات عصفا. والناشرات نشرا. والناشرات نشرا. فالفارقات فرقا. فالفارقات فرقا. فالملقيات ذكرا. فالملقيات ذكرا. عذرا أو نذرا. عذرا أو نذرا. إنما توعدون لواقع. إنما توعدون لواقع. خدتوا بالكم؟ هنا ما دي بالاسم الموصول. إن الذي توعدون لواقع، من أول والمرسلات عرفة إلى قوله تعالى إنما توعدون إلى الآية 6، ده القرآن الكريم هنا قسم، يعني من أول والمرسلات دي واو القسم. الله تعالى يقسم بالرياح والرياح العاصفة، ويقسم بالملائكة الكرام وما يلقيه ويعطيه الملائكة الكرام من الوحي لمين؟ لأنبياء الله تعالى ورسله. الله يقسم بكل ذلك، وابتدت بواو القسم والمرسلات عرفا، ومشي وراها بقى فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، لإنذار الناس عشان ما يكونش للناس حجة يوم القيامة يقولوا ما جالناش إيه، لم تأتينا رسالة الرسول، منين نعرف إن في جنة وفي نار وفي حساب، في بعث وفي نشور وفي حساب وفي عقاب. فربنا سبحانه وتعالى بيقسم بكل ما أقسم به ويقول عذرا أو نذرا، وبعدين بيقسم على إيه؟ إنما توعدون لواقع. يبقى كل اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبر بيه عن طريق الرسل والرسالات، بإن إحنا الناس بعد ما تموت يتم بعث الناس من القبور، النشور، عشان هيكون في يوم الحشر وهيكون في يوم موقف الحساب. يبقى ده إنما توعدون لواقع، إن الذي توعدون لواقع، لأن في كتير بيكذبوا بأحداث هذا اليوم العظيم. وإيه بقى شكل اليوم ده؟ هنشوفه في الآيات بقيتها. الله تعالى يقول فإذا النجوم طمست. فإذا النجوم طمست. أيوه، جميلة الهمس. وإذا السماء فرجت. وإذا السماء فرجت. وإذا الجبال نسفت. وإذا الجبال نسفت. وإذا الرسل أقتت. وإذا الرسل أقتت.
أحرقت. كل دي صور والأحداث اللي هتحصل في هذا اليوم الرهيب. الله تعالى ينبهنا، فإذا النجوم الكون اللي انتوا شايفينه ده ومستمتعين بيه وربنا خلقه وسخره للإنسان يعيش فيه وإنه يجد قوته فيه، كل شيء ميسر للإنسانية إنها تستمتع بهذه النعم بتسخير الله الإيه؟ القهار. لكن يوم القيامة المشهد ده كله هيتغير، النجوم دي تنطفي نورها، فإذا النجوم طمست، انطمس نورها، والسماء دي تبقى كلها عبارة عن أبواب، أولا تتشقق وتفتح إلى أبواب، وبعد كده إذا الجبال العظيمة الضخمة دي نسفت بعد ما حطير كالعهن المنفوش زي الصوف المتطاير في الجو، الجبال الضخمة دي أيوة، لأنه حينتهي هذا العالم لندخل إلى عالم آخر جديد. فدي صور التغيير. وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت، ده اليوم اللي ربنا هيجمع فيه الرسل عشان يشهدوا على أقوامهم، هل آمنوا بهم أم كذبوا بهم، من أتبعهم من مش أتبعهم، من أصحاب الأعمال الصالحة ومن أصحاب منهم الأعمال السيئة من البشر اللي أرسل إليهم الرسل في أزمنة معينة وأمكنة معينة. الله تعالى يقول وإذا الرسل أقتت، وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت، لأي يوم أجلت ليوم الفصل، ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. أولا أنا عايزة نشبع عندنا هنا الإدغام ويل يوم، أنا عندي ضمتين هم عندكم علام، ضمتين دول يعني اسمهم إيه؟ تنوين. واحنا عارفين من احكام النون الساكنه والتنوين اذا جاء وراهم حرف من حروف الادغام اللي مجموعه في كلمه يرملون، انا عندي ينمو الخمس حروف اللي ادغام بغنه، واللام والراء ادغام بدون غنه، هنا ادغام، عندي ادغام ويل ويل، اشبع واصور الويل، الويل يعني العذاب الشديد لمن كذب بآيات الله تعالى بعد أن ساقها على يد رسله الكرام عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. اللهم سلمنا في ذلك اليوم، اللهم سلمنا في ذلك اليوم، اللهم أمين أجمعين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله اللهم حجة لنا لا علينا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين يا رب العالمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم، اللهم آمين.
أهلا وسهلا بحضراتكم. الست أمة الله كانت طالبة الدعاء لها بالصبر والثبات، ودعونا مع حضرتك على الهوى ونقتدي بالدعاء القرآني الكريم الوارد في القصة اللي احنا كنا بنشير إليها. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أنا عايزة أنه ربنا سبحانه وتعالى ياخد بيد أولادي، أقول وأصلح لي في ذريتي، أصلح لي في ذريتي. وعندنا أدعية كثيرة جدا، ربي عايزين نكون على أهل الطاعة والتقوى زي ما ذكرتي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك، إني تبت إلي. يتوجه المؤمن بالأدعية الواردة في القرآن والسنة أو بما يتحرك به لسانه من الخير، ربنا بيوفق العباد رحمة بيهم لما فيه يسألوه من فضله اللي فيه خير ليهم. بالنسبة لسؤال أستاذ إسماعيل، إن واحدة مطلقة عندها بنتها عايشة معاها، الزوج مش بيصرف قوي، أو أحيانا بيدي وأحيانا بيديش، فهو بيقول زكاة الفطر تكون على مين؟ هي الأصل إن زكاة الفطر تكون على من تلزمه النفقة، فإذا عجز أو امتنع، يعني امتنع الوالد ده عن انه يديهم المصروف او حتى يديها الفلوس بتاعتها فتخرج منها الزكاة، فلا مانع ان الام تقوم باخراجها، ومقدار زكاة الفطر على ما هو مفتى به في هذا العام رمضان هذا العام حوالي 30 جنيه الحد الادنى. الحد الادنى، انا عايزة اطلع 300، انا عايزة اطلع 1000، انا حر، لكن هي الحد الأدنى لا تقل عن 30 جنيه عن الفرد الواحد كحد أدنى، وهي ليها حسبة وما بيقوموا بحسابها وفق مقدرات ومقاييس معينة. 35 كحد أدنى. بالنسبة للأستاذة بسمة بتقول أخوها مات مقتول غدر ومن أصحابه، وبعدين بتقول احنا صابرين لكن ساعات بتمر علينا لحظات نتساءل هو موته ده يعني كان اجل ولا كل، يعني اولا الاجال دي مكتوبه ومعلومه ومحسوبه ومعروفه وكل شيء، ده مكتوب في الصحائف ومدون، ما علينا انه الانسان الا انه يصبر ويحتسب، دي اجال مقدره، وكل دي اسباب متنوعه ومختلفه، أسباب متنوعة ومختلفة. الإنسان مات في سيارة، مات في طيارة، مات مقتول، مات وقع من مكان عالي، كل ده أسباب، ولكن خالق الأسباب وموجدها أجرى هذه الظواهر، لكن الحقيقة أن ده معاده بأي بقى نوع من أنواع طريقة الانتقال، ده معاده. يا صاحبة السؤال، إحنا عايزين ناخد بحقه مش بالطار، بالقانون اللي مش بيعجب كتير، لا لا، اللي هتبقى غابة ونفتح بقى سلسال لا ينتهي، وكل واحد ياخد بقى بالطار، وما يبقاش فيه صيانة لقدسية الدماء، وإن احنا نقتص من اللي عمل الشيء من المسؤول مش من أي حد كده، لمجرد إن الإنسان يتبع عادات يعني سيئة يحاسب عليها ويتم الأمر إراقة الدماء وتسود الفوضى، نسأل الله السلام. بالنسبة للأستاذة أم يوسف، نزول الدم الخفيف اللي هي بتقول قبل الدورة، في بداية الدورة وفي نهاية الدورة، ده من الدورة، بتبدأ الدم الدورة من أول ما حتى تنزل نزول خفيف. أختنا الفاضلة الست أم يوسف، طالما في وقت الإمكان، يعني في وقت نزول الدورة، في بداية الوقت بتاعها أو حتى في النهاية إلى أن تنتهي، إنه بيخف بطبيعة الحال، فسواء في بداية الأمر نزل بدأ ينزل الدم خفيف وختم بأنه خفيف، ده شيء منطقي طالما كان في وقت الإمكان وهو وقت نزول الحيض اللي أنا الوقت الدورة الشهرية بتاعتي. أما بعد كده بقى مرت أيام وبعدين تصادف أن أنا لقيت شيء نزل أو حاجة في غير وقت الدورة، لا تعد هذه الصفرة ولا القدرة من الحيض. ولذلك أم عطية الأنصارية كانت تقول كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني في الأيام العادية بعد ما انقضت بقى وانتهت الدورة خلاص، دي بنعتبرها نحترز منها ونتوضى.
نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء راجين سائلين. اللهم ربنا يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم بحق هذا الشهر الكريم المبارك، وبحق هذا الدعاء الذي أيدت به عبادك المؤمنين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل لإخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين فرجا ومخرجا. اللهم انصرنا على عدونا وعدوهم يا منتقم يا جبار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. أستودعكم عناية الرحمن الرحيم.